بعض أو في الكثير من الأحيان ابتدت تتخذ الإجراءات الواجبة لتقنين أوضاع هذه الدراجات. قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور الببلاوي رئيس الوزراء تكليف وزارة المالية بمنع استيراد هذه الدراجات كاملة الصنع وأيضا التوك توك لمدة عام، بالإضافة إلى منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة 3 أشهر للدراسة. من جانبها وضعت وزارة الداخلية ضوابط صارمة تطبق عند شراء وترخيص أي دراجات بخارية جديدة، مع السماح بمهلة مؤقتة لمدة 2 أسبوع للمالكين الحاليين لهذه الدراجات والتوك توك كذلك لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بإجراءات الترخيص. الدراجات البخارية اللي هي الموتوسيكلات والفيزب والحاجات دي كلها، دي حضرتك دي كلها خطر، خطر على البلد. وبعدين حضرتك ماشيها بتمشي بين العربيات، حضرتك بتعمل حوادث، وبعدين ما تعرفيش اللي وراه ده ايه. يعني في ناس كويسة وفي ناس كده، بس لازم احنا نحاذر منها، المرور ياخد باله منها، وحضرتك لازم احنا كلنا كمان ناخد باله منها. لا طبعا ده للمجتمع. ليه؟ لان اساسا في بطالة. الحاجة ديت ممكن نمنحها في حالة الناس دي لو شغالة، لان ده شغلهم وبياكلوا منه عيش. احنا نتكلم الصح، انما عشان ناس بتاكل عيش واساسا اكتر الناس مش لاقية شغل، يبقى احنا نزيد الشيء ان الناس تقعد بقى ما تلاقيش شغل. فاحنا نعمل الصح في التوقيت الصح. هو القرار ده للموتوسيكلات هو قرار ده صحيح، انما التوك توك ده للناس شغال عليه بتاكل عيش وفاتحة بيوت برضه، يعني كله مسؤول منه باهل يا اسره يعني متكامله يعني. فلازم نساعد الناس ديت، يعني نشوف لهم شغل ونشغلهم ونفتح لهم مجال للشغل عشان ما يشتغلوش في الحاجه ديت، يعني نشوف لهم اي حاجه بتتصرف البلد. قرار كويس جدا يعني، ما فيش مشكله فيه، لان هم عاملين زحمه وعارفين البلد بصراحه، يعني مش عارفين نمشيهم فين، في العربيات ولا مواصلات، في جميع الشوارع، في الطرق اللي بره واللي جوه، وكل مفردين في الدنيا بحال. هو هيأثر في ناس بتستفاد بالموتوسيكل وفي ناس ما بتستفادش، وفي شباب صغيره هي اللي بتركب الموتوسيكل، هي الشباب الصغيره هي اللي يعني هي اللي بتسوق سمعته. تكاتي كان الناس بتاكل عيش وكده، يعني الناس مش لاقيه شغل، لو في شغل يعني في البلد الناس هترتاح وكده. المكنه بالنسبه لي انا اكل عيش، مش ان انا اعمل بيها مشكله ولا كلام من ده، وهي بتحل ازمه الفلوس زي ما انت شايف عامله ازاي. يعني انا اجي افكر اجيب عربيه مع الزحمه اللي انا بشوفها ما بتنجس، ان في الاحداث اللي بتحصل دي وانا راكب مكنه بشجع القرار، بس في نفس الوقت ما يجيش على كل حاجه. طيب يعني هم يحلوا المشكله صح، مش المشكله في الموتوسيكل، المشكله في ان هم مش عارفين يحلوا المشكله. واحدة من أعظم الظواهر الفلكية بتحدث في العالم في حرص على متابعتها، وبالتأكيد في كتير من التطلعات أنها تحتوي وتضمد مخاوف السائحين بالنسبة لمصر بعد الحادث الإرهابي الأخير، وتكون نقطة من نقاط الجذب السياحي لمصر في هذه المرحلة. احتفالات محافظة أسوان بظاهرة تعامد الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني تستمر حتى 22 من هذا الشهر، وحيقام أيضا على هامشها. وضمن فعاليات هذه الاحتفالات انطلاق مهرجان أسوان العربي الأول للهجن والفروسية في الفترة من 18 لل 20 من فبراير الحالي، ويشارك فيه 50 من الحقيقة الفرس العربية الأصيلة، وبيقام في مضمار قرية غرب سهيل. ويحضر هذا المهرجان ممثلون عن 5 دول عربية، هي السعودية، الكويت، الأردن، السودان وفلسطين. معنا على التليفون الدكتور أحمد صالح مدير عام آثار معابد أبو سمبل. صباح الخير يا دكتور أحمد. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني أهمية هذا الحدث، أولا الحدث ده حدث عالمي، إن الشمس بتدخل معبد أبو سمبل أو على المعبد الكبير بأبو سمبل مرتين في العام، يوم 22 أكتوبر و 22 فبراير. طبعا المدينة شعارها بعد حادث صابا هو نحن نتحدى الإرهاب وسنقيم احتفالاتنا، عشان كده البلد كلها واقفة وكلهم طبعا مستعدين للاحتفال ده، وإحنا إن شاء الله بنتفائل خير بإذن الله على إنه يغطي على حادث صابا
هو الحقيقة ده اللي كنت عايز أسأل حضرتك فيه. يعني المهرجان في ممثلين عن 5 دول عربية سبق وأشرنا لهم، ده بالإضافة للفرق نفسها المشاركة 14 فرقة فنون شعبية من الصين وجورجيا واليونان ورومانيا وتنزانيا وتونس وبنجلاديش وغيرها. يعني إزاي ده ممكن يكون في مؤشر إيجابي، ممكن يكون في رسائل تطمينية للناس في الخارج ان هم ما يحجموش عن زيارة مصر، وقدر الامكان تحتوي اي اثار سلبية ممكن تكون نجمت عن حادث طبق الارهابي الاخير؟ هو طبعا الاحتفال هو على شقين، شق في داخل محافظة اسوان والشق الثاني بيكتمل عندنا رهيا على يوم 21/22. اعتقد انه احنا لازلنا النهاردة طبعا من دقائق دخل المعبد 114 سائح، ده معناها ان الامور مستقره وما فيش اي مشكله. وانا اعتقد ان احنا طبعا الاحتفاليه هي هتبقى موجوده على الهواء، حتى وفي وسائل اعلام دوليه ومحليه كبيره جدا، لدرجه ان احنا جبنا 83 اعلامي هيغطوا الحدث. انا اعتقد ان الامور ماشيه. دور معبد ابو سمبل ايه يا دكتور احمد؟ يعني خاصه ونحن نعلم ان يعني الفرق هتؤدي عروضها باماكن مختلفه في اسوان وايضا امام معبد ابو سمبل بكل الثقل التاريخي والحضاري اللي بيحمله بالنسبه لمصر. هو طبعا عندنا الاحتفال في المعبد، هتبقى فيه حفله يوم 21 مساء على مسرح الصوت والضوء امام واجهه المعبدين، ودي 5 فرق دوليه هتؤدي عروضها قدام السائحين. لكن في حفله اخرى في وسط المدينه الساعه 10 مساء، وبرضو جميع الفرق المشاركه زي ما حضرتك قلتي، الفرق الدوليه والفرق المحليه هتقدم عروضها. اعتقد ان احنا طبعا بنستقبل عدد، انا اتوقع ان شاء الله بنستقبل ما بين 400 الى 600 سائح ان شاء الله باذن الله. وكمان انا اعتقد ان طبعا في في اي بي اللي هم الفيزيتورز يعني الزوار، سفراء على وزراء، فاعتقد ان هم عايزين يدوا رساله للعالم ان ابو سمبل او اثار مصر كلها امنه، وان الامور في طابة دي كان حادث استثنائي وعدى ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد صالح مدير عام اثار معابد ابو سمبل. منظور إيجابي تاني، بقدر ألمنا للضحايا اللي راحوا في هذا الحادث، بقدر تخوفنا من انعكاسات سلبية على قطاع السياحة في مصر، لكن دايما مهم أن احنا نتسلح بالاستفادة من دروس الماضي. شكل من أشكال هذه الاستفادة أن يكون في تأمين استباقي لهذه المنطقة اللي وقع فيها الحادث، خاصة بأن هي كانت آخر نقطة قبل الدخول في الجانب الإسرائيلي من الحدود بين مصر وطابة، بين مصر وإسرائيل في طابة. خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان طالب بضرورة توفير بوابة أمنية إلكترونية لقلعة صلاح الدين بطابة ودير سانت كانتريد، على أن يكون الدخول من بوابة واحدة فقط عبر بوابة الأمن الإلكترونية، مع تزويد الموقعين بكاميرات مراقبة على طول خط الزيارة، وكذلك تأمين الوفود السياحية التي تصعد إلى قمة جبل موسى في طريق صعودها للجبل وعودتها للدير مع تأمين طريق الصعود. وأكد الدكتور ريحان في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالأمس أن أثار سيناء أصبحت مهددة بعد التفجير الأخير بطابة، خاصة المواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، قلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون بطابة ودير سانت كاترين الذي لا تنقطع عنه الزيارة طوال العام كواحد من أهم المواقع السياحية الدينية في مصر بل على مستوى العالم. وأوضح أن سيناء تضم أثار منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى نهاية أسرة محمد علي، لافتا إلى أن دير سانت كاترين المسجل كأثر من أثار مصر في العصر البيزنطي الخاص بطائفة الروم الأرثوذكس عام 93، ومسجل ضمن قائمة التراث العالمي طبقا لليونسكو عام 2002، وهو من أهم الأديرة على مستوى العالم، وأخذ شهرته من موقعه الفريد في هذه البقعة الطاهرة التي تجسدت فيها روح التسامح والتلاقي بين الأديان. بعد إيجابي آخر، حملة شعبية تحت شعار معا نرمم أثرنا، دشنها كاتب المصريات المعروف بسام الشماع للتبرع لشراء المستلزمات الفنية المطلوبة لعملية ترميم وإعادة إحياء الآثار المصرية التي تحطمت أو تأثرت سلبا داخل متحف الفن الإسلامي بباب الخلق بعد ما أصابها من جراء التفجير اللي كان استهدف
مديرية أمن القاهرة الشهر الماضي. الشماع قال في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالأمس إن فكرة هذه الحملة جاءت استكمالا لحملة إنقاذ المخطوطات.